والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة. نتحول زميلة فاطمة خليل إليك فاطمة. شكراً ليلى عمر، شكراً ريهام الديب، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية التطوير الذي تشهده منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية لكونه يفرض إطاراً من الإحكام عبر استخدام أدوات التحول الرقمية، بما يضمن توافر تلك المنتجات بالأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، حيث تم التأكيد على أن تنفيذ مخطط تطوير وتحديث المنظومة يتم على عدة محاور، أولها استكمال ميكنة عمليات شحن المنتجات البترولية بين المستودعات ومحطات الوقود. اختتم وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولته بالصين بتفقد المركز اللوجستي للتخزين والتوزيع بمنطقة التجارة الحرة لمدينة نانشا. كما بحث الوفد سبل التعاون مع مجموعة DHL الصينية. وفي ختام الجولة اجتمع رئيس المنطقة الاقتصادية ورئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وما يمكن تقديمه للمنطقة الاقتصادية من الدفع بالتكنولوجيا الحديثة التي تتبعها هواوي في تقنيات خدمية عديدة. افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي ومحافظ الوادي الجديد محمد زملوط مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخرجة، والذي يأتي نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات تجاوزت ملياري جنيه. ربح رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,115 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 52% ليغلق عند مستوى 17,131 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 3,199 نقطة. صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4,788 نقطة. اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مشاورتها مع حكومة ليسوتو، فيما اعتبرت أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه تحديات للنمو وتنمية القطاع الخاص. أكد صندوق النقد أن توقعات الاقتصاد في ليسوتو تشير إلى نمو يزيد قليلا عن 2% على المدى المتوسط بسبب تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية والأداء الإقليمي البطيء والقضايا الهيكلية طويلة الأمد، بما في ذلك نقاط الضعف في الحوكمة والوصول المالي المحدود وضبط الإدارة المالية العامة. واعتبر الصندوق أنه في ظل السياسات الحالية للبلاد تؤثر أوجه الجمود في الإنفاق العام، ولا سيما فاتورة أجور القطاع العام على الاحتياطات الأجنبية والمخاطر المالية والقدرة على تحمل الديون. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لزملاء استكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة.